صباح الخير أحبابي، صباح النور، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية عليكم كاملين، من المشرق حتى المغرب ومن الشمال حتى الجنوب، فيما كنتو في الكرة الأرضية. صباح النور احبابي، كنتمنى يكون صباحكم مبروك باذن الله، وحنا كنتقاسموا هذه الصباحيات الجميله دائما على جالي جوجشان. الله يحفظكم والله يخليكم والله ييسر امركم، يكون نهاركم مبروك باذن الله. يقولون لا تاخذ الحقيقه من افواه البشر بل اخذ حقائق من المواقف. بطبيعه الحال شحال من حاجه الانسان تيبقى يهضر، ماشي كنقولوا الهضره سهله، مي الهضره هي ماشي سهله، خصك تكون عندك دماغ وذكاء من عند الله سبحانه وتعالى، الحديث باش تقدر تسلب العقول ديال الناس بالهضره ديالك، اوكي. ولكن الحقيقه دائما خصنا ناخذوها من المواقف. الانسان اللي غيقول لك تنبغيك ولا انا واقف معك ولا انا موجود ولا قد ما احتاجيتيني انا معك، ملي تتوصل الموقف كتحط فيه كتعرف انه ما معكش، انه كانت غير هضره وخلاص. لهذا لا تأخذ الحقيقة من أفواه الناس، يعني مجرد كلام، ناخذها من الحقائق لأن هي اللي كتبت صحة الكلام والمحبة ديال الناس الآخرين اللي دايرين بيك. صباحكم مبروك أحبابي. لا تغفل تترك مواساتي بين ناس ما تواسيه هو بكل حبابي. لا تستهينوا بانه الانسان ملي تيقول شي كلمه يكون قد الكلمه اللي قال لهذاك الشخص، لانه كاينين اشخاص قلوبهم طيبه ونواياهم حسنه الى درجه انهم لا قلتي لي غير ان شاء الله انا معاك باغي تخدم نوقف مع خويا، ملي تتقول له هذه الكلمه هذه هو كيعتبر راسو خدم من خلال هذاك الوعد اللي عطيتيه انت، وكيتامل انه امله في الله كبير بطبيعه الحال، ولكن تيقول الاسباب ربي تيسخر يقدر يخدم على يدك انت، مي انت كتكون قلتها غير مجامله. لهذا تفادوا اننا نجاملوا بعضياتنا بشي حوايج اللي هي احلام كبيره عند الاشخاص الاخرين. غدير له شي حاجه قول له غنديرها لك لانه تقدر تكون هي الحلم ديالو كينتظر فيه، ما غديرلوش قول له ما نقدرش ولكن نقدر نعاونك انني نشجعك بكلمه زوينه ولكن وليس بوعود كاذبه. لهذا نتفادوا احبابي اي حاجه نوعدوا بها شي شخص حنا ما نقدوش نديروها. صباح النور عليكم احبابي كاملين، صباح النور على اللي كيشربوا القهوه، صباح النور على اللي كيشربوا اتاي، وصباح النور على الناس ديال الريجيم اللي تيفطروا بلا شوفان ولا تيفطروا بالاكل الصحي 100% بعيدا على الاتايين والكافيين. صباح النور. الجميلات اللي تيتصنتوا ليا وكاع سيدي مولاي اللي كيتصنتوا ليا في هذا الصباح هذا، تنقول لكم بانه الانسان لا بغى الاشخاص الاخرين يحبوه ولا بغى الكون يتسخر بما فيه، انه الانسان خاصو ينطلق يبغي راسو هو الاول، يبغي راسو ماشي لدرجه التكبر بطبيعه الحال، انني نبغي راسي كما انا بلي ديفو ديالي بالحوايج الزوينين فيا وهكذا الناس الاخرين غيتقبلوني. فكيفاش انت كطرح السؤال انه علاش الناس ما تيبغيونيش، علاش المجتمع تيرفضني وانا ما عارفش الديفو فين كاين؟ الوغ انت كترفض واحد الديفو فيك، نو تعايش معاه تقبله حيت انت داير هكاك، تركيبتك هكاك، الله خلقك هكاك. ملي غتوصل لهذيك المرحله عرف بانه الناس كلهم غيوليو بغيك، الحوايج اللي كانوا كيهربوا منك كلهم غيجيو لعندك، خاصك غير شويه ثقه بالنفس، وهاد الثقه بالنفس ما تخليهاش توصل لحد الغرور، لانه هنا غادي تقلب عليك الموضوع وغادي نوليو في اشكال اخر خاصو العلاج اكثر من الاولاني. صباحكم مبروك احبابي، صباح النور، صباح النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه، كنتمنى تكون هاد الطاقه الايجابيه فعلا كتوصلكم عبر هاد الاثير هذا. غير اشوفك يوم بيتي واسعد ايامي وساعاتي يوم فيها احبابي. اكيد الانسان اللي باقي شاك في راسه انه واش فيه شي حاجه زوينه ولا ما فيش، انا تنقول لك الله ما خلقش شي واحد ما فيهش حوايج زوينين، لهذا غير قلب شويه وغادي تلقاهم اكيد وتقاسمهم معنا، ما تخبيش الحوايج الزوينين اللي عندك على الناس الاخرين. حكم مبروك، نهاركم مبروك، كنموت عليكم انا.